وحمر أو سي دمانيسا دلدن أييسة وغنرال دمبيسي. لكن إساغو ماهانين وحاس أديريا. بري فوق أيو نذر كوغالي وح آندن تيسا أهين إن آنو حالين في اللحافة دبولي قرن كاقطن تابير تيدا أيو كرسي دبر جيفسي له كود عديدا. وعويس كود عرا. إركا مدو إي درور تكاقاوان وحا لمودا حدقوه إن أي إنتي هوريك بدينهين كان واوينين. لدى إي لحاها أو قلبيد ميرانيا أيا سفي عن لو أركا إي أوركا إركا أو قلقلينتي فديا. بدوين تحمر دينع جيفتا وح أي سو أفو فيسا نيعو كليل كي مان تجري لغان نفسي. لكن وان نيعو إساقا كو أبو ريسا بقدين أو إكتي أو دلان نمدي دريمي جري. مركي أو يرا وحو مودي جري نيعو دن أو كلي إن أي تهي نفس شو لباح بقدين أيونا بوديها إسلا دي جري. وحي أهيد حلي فوق إي عرور نما عرور نمانا وإيل لغا وينادي أو عيب كوما آد لهين أيو إسوغو عقل إليي حبت سيجار أه أو فراها أغو لابنيد إنتا أو سيقو دا دير أنوغي قيق أو دلقادة كراجيينا سنببادة مقود سو أفوفي أو يرقو فعي أيو سيدي عادادة أو أهيد إساغا أو آن بختين هرتيسا كومغو جيي متكالانا شتي دباديد فكر دير شاروبها ميقي بيرتا أو فدي حالي أيو إليسكي كقبتي ولينا ما أو بدلين كما با أو فكرين. إفتين كير إي وجيغا كهيا وحو كسو بحيا كدين كأقلك أو شن تلاو أجرا قريغان أو عاو فديو دعدوين بدن أو حسوس له أيو أو سو جوغي. مقع بين أم بحو إي وا سببت لوغو. ناني سي فيلو أدون. لكن وابا هبين كي أو قدن بيي. إيادا إي سوماليا أوردن بري أيو كتغيا. محو سكا لا تغيا أما كغا تغيا. تاس ما او ربين ان او كفكرو اي مستقبلك ايا كقدران او او اسلها بل سيير قورانسو. لكن مستقبلك واجر جرولي بقول وجيله وحي لغا ساداليانا واون نسيب وانين وين نين وين واكو واجب ان او وحاسو سعدا سيو دروسو. إساغو ستكتدا ايو كجعليهي ان او كفكرو تمادادا. هبا حنون بدناتي ايادا ايو يقان. عاوة. وحو كتلا جري ان او مالمها كسو سعدا وحكسي قياسو. لكن واكاس حسوسو هوري ديب اوغو نغضي. واكاسي دي عادادا او احايد راد كيسا ديب او راعي. واحسوسو هاد اي جير اساقا او آن فيلين سيدا داد كموسكا سو جبسادا. واحسوسو او نعبا لكن اي وجعلا او آن كتاين. ملاها جويغا مبدقا اح اي ني عودا دعيسا ايا عاوانا مركالة مسكح ديسا ديب او هيامييي. مركستا او او نلوشيسا ديب او راد قرو وح اي لقشا دملوين. تولد مغا عاسله يميغي ده او كودا شاي كونا برباري ايو سو ردي او غوريي كسو هلا. وو سي اوغي هاي جريتان كيسو ان او كفوغي هاي حسوس تا مسكا حديسا. وحا كهو ريسي دلشا ديسا عويس كود ار اه او اي دبيل قبوي قلبيت كسو دعيسي ايا دلتي وحا اساقا او عرور اه سيداس او شيغي جرتي هو يدي دول ورفا. وحو اها جيلال اي بيشو تالي ميل رتا سوك سوغن اي مدمدو لمودا سومالي. قاقا وان او عاطا اه. مركي اي عد ايدا إليسكا إيو دي ريماتكو كسي دمانا يين اي اي قد كيدا اسي تكو بيسي وحا هباسكو قريي حوليهي بيشا اي سو حرونيي. قرح دا او سو جيدا ايو لباح دولاد كهين راك كغر افتي ايوغا إيو فينتونا اي دير اسو جيبيين. غولي اقلادا كبحسن اي اي رقا بيشو ايغا او دونييسن اوك هريرها كحيرنايين. ولي وحا لسي حق وريسن اي سهان كي دالنا اي قلبتاس تلاد هيان كيني. جيدي والا قدون سدي وحاس لغا سي دودي قبن قابدا. دبديد وحا لمقلي عد قبديد اوله واويل. واويل. لما موغين هويني دا عاوة امولي كرتا ان اي تهي انيغا اديغا اياسي اها وحا سو كردي ان كستا او اد اسلانتي كو قبتي سيدا حنانكا او حاجتي سيدي المرد الشي لوية قاني مرنا ما اد اوين. عبار باعلا ودا اموسي او ان رامسيغا حولها اي تاهيغا موية عد كالي لمقلين. دبديد غور دنبه ايو اوديغي بيشا اوكا. ميد احا رجي غولها عويس كفديي اد دير او لاودا مقلي كويدي وا اوماني. وا غوري عبسييد. سيكستها احا تي نينكا دشي هلو مش حرادو غول هلوغو وانقلو بيشونا هنگاتو اساگانا وحا او انو نيجيي اللا اوغي نيجيي هلو بحيو. هو يدي دول مركا اي دلشديسا سيداس اوغا شاكينيسو وحي جعليد ان اي لبدو دا او كليا احادان. إساغونا وحو دريمي جري جوي باركيسان هدانا قمايني مو كوديهان. وحي كو هادلي جرتي عدقابان او خشوع له سيدا مركا اي ودادادو كشاكينا يان جيري دي نبيغا. مركاس وو ادوان جري دagahانا او راري ان جري سي آن وحبا ادافين ايان دارادا اي كهادليسو.
waxay kale oo u sheegtay go'aanka odayga ee nigaanshuhu wuxuu abuuray muran raggii beesha u kala qaybiyey koox taageersan iyo koox diidan. Aabaha eebbe iilka ha u waasiciyee ma uu garowsan habeen uu boqole curad u dhashay in ay ragga qaar macne la'aan ka soo qaadaan geedina ku adkaystaan sidii waxa dhashay uu yahay orgi dhicis ah ee aanu dadba ahayn. Dabadeed isaga iyo goodir ayuu murankoodu dheeraaday. Goodir nolosha ifka eebbe ha ku cidhiidhiyo aakhirana ha ku cadaabee cidina ma ay moogeyn cadaawadda uu alle u naxariisayga u qabay. Waxaa ka buuxay ciil ka soo jeeday cadalloolkii kuraynimo. Goodir wuxuu ka mid ahaa dadka uu nageeyey aadamiga ugu horbartay. Wuxuu ahaa nin dheer oo dhadhexaad ah. Had iyo jeer wuxuu isku jeeni qaari jiray qori rayfal ah iyo kishad rasaas ah. Wuxuu ka mid ahaa reer miyiga tuulada, marar horeba geed baa lagu kala xidhay, gartooduna waxay ahayd joogto, ayay dhool ugu dartay waxaasi habeenkaas. Gacanku dhiiglaha dheeraad u ahaa qoriga xun ee uu weli sito kaas oo uu beryahaas yeeshay. Gacan ha la isu la tago, goodirna si xun ha loo legdee markii la kala qabtay godob naf loo gooyaa goobta ma ay ool. Isaguna markii uu hoygiisa galay wuu hurdo tegay mooyee, hub ayuu doontay cidiba hammiga ma gelin. Gacantii goday markii uu qori cabaysan golihii ku la soo dhexdhacay iyo markii marxuumka oo mayd ahi dhulka u dhacay wakhtiba uma dhexayn. Sidaas ayuu habeenkii uu nageeye dhashay aabbihii u dhintay. Hooyadii dhool wax badan ma ay sugin ninkii wadku ka qaaday nin kale oo ilow siiya oo dhinaca gogosheeda bannaanaaday u buuxiya. Markiiba waxaa dumaalay nin reer miyi ahaa xaas horena lahaa, kaas oo iyada iyo inankeeda u kaxaystay beel damalweyn ka durugsan. Markiiba dhool nolol iyo reer cusub ayay isku duwatay. Laakiin nigeeye weligii aabe kale ma yeelan. Ninka qalaad ee guriga soo galayna dareenka xanuunka leh ee agoonnimada waxba uguma tarin. Markii uu isagu toddoba jirsaday, saddex ilmood oo kale ayay dhool lahayd. Walaalihii marka uu aabahood dhabta ku hayo ka ugu yarna dhool nuujinayso, wuu dhaxamoon jiray oo moodi jiray in la nacay. Mararka qaar hooyadii ayuu gosha iskaga tuuri jiray si uu xuquuqdiisa ilmaannimo wax uga helo. Laakiin dhool oo kuwii isaga ka yaryaraa la liidata ayaa ku odhan jirtay, hooyo nigeeye, walaalo kaa yaryar baan hayaaye, adigu nin weyn baad tahaye, orod meel fadhiiso. Dabadeed sidii gabyaa cayd ah ayuu cidlaya xoobsan jiray oo dareemi jiray agoonnimo xanuun leh. Isla gugii uu toddoba jirsaday ayaa shaqada geela laga howlgeliyey oo inta uu isaga ka dheer loo dhiibay lagu yidhi, orod geela wax ka raac. Maalintaas kadib wuxuu noqday qurbac geela ka mid ah oo meesha uu maraba la mara, inta uu biyaha ka qado la qada, wixii uu la kulmana la kulma. Waxay ahayd nolol arxanku ka dheer yahay oo ku dhisan tartan iyo loolan joogta ah. Kurayo la moodo in cadaabta lagu soo abuuray ayuu maalin walba la kulmay. Hurdan, legdan, baratan, bootan, ultan, caraatan, waxaas iyo wax la mid ah ayaa joogto u noqday. Markaas uu geeljiraha noqday ee caqliyaystay ayuu la soo baxay dabeecad xumo, xanaaq badan iyo dhego aday. Taasi qoyskii waxay ka dhex aloostay kacdoon iyo khilaaf ilaa ay dhool iyo ninkeedii ku sigteen in ay kala tagaan. Sidee xeego loo xagtaa ilkana u nabadgalaan? Dhool waxay ka fikirtay sidii ay ninkeeda iyo curadkeeda u kala ilaalin lahayd, reerkeedana burbur uga badbaadin lahayd. Ugu dambayn waxay talo ku gaadhay, nigeeye waxaan kuu geynayaa ayaydaa dahabo. Qur'aanka ayaad baranaysaa, marka aad weynaatana waxaad noqonaysaa wadaad. Islaanta nigeeye hooyadii dhashay ee loo geeyey waxay raqayay tuulada damalweyn ganacsi aad u liita ku haysata. Ma ahayn ganacsi dhaafsiisan cusbo, irbado, dun, xawaash, cusbur, cilaan iyo qunjuraaf la mid ah. Waxay ku noolayd mutul yar oo hooy iyo dukaanba u ah, halkaas oo ay aad uga soo uraan waxyaalaha ay ku iibiso ama beri hore ku iibin jirtay. Halkaas ayay nigeeye ku soo dhaweysay oo cuntada ugu karin jirtay, habeenkiina sidii gorayo. Dhal haysata gosha gabowday dhaxanta ka gelin jirtay. Taariikhda damalweyn wuxuu ka baatay ayaydii dahabo. Intii aanay tuuloobin waxay ahaan jirtay deegaan caan ku ah daaqa xoolaha, caws iyo caleenba. Sannadkii 1906-kii ayuu nin deegaankaas u dhashay, markaana cadan ka xoogsan jiray doon ku soo dhacay. Wuxuuna keyntii damalweyn tiirka u qotomiyey rug ganacsi oo ka kooban maqaayad shaaha laga cabbo iyo dukaan laga helo waxyaalihii ay reer guuraagu u baahnaayeen. Markiiba waxay noqotay meel camiran oo ganacsi aad u firfircooni ka socdo, isla markaana xarun lagu kulmo oo ay dadku wararka isku dhaafsadaan. Nin kale iyo nin saddexaad ayaa iyaguna dukaamo ka furtay.
haweeney magaalo ka soo guurtay ayaa iyaduna dhar dahab kuulo uun si ilaan adar iyo wixii ay dumar jeclaayeen oo dhan keentay. Kabatole iyo tumaal ayaa iyaguna saamaha iyo soofaha dhigtay. Shirkad adiga iyo hargaha iibsata ayaa xarun ka dhigatay. Dabadeed waxay noqotay tuulada ugu camiran deegaankeeda oo dhan. Damal weyn ma ay lahayn umana dhaweyn biyo joogta ah. La soco qaybta dambe dhowaan. Nagu xidhnow oo ka mid noqo asxaabta buug maqal.